شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فوائد القصص الموجودة في القرآن، فقال من بين فوائدها أن تأسى أو أن يتأسى المؤمنون بما تحل به الأنبياء من الصبر والحلم، فإن من بعدهم ربما يؤذون كأذية الأنبياء أو أشد، فكان في ذكرها فائدة. ولذا قال عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى غير ذلك من النصوص. ثانيا أن يتأسى بهؤلاء الأنبياء وبغيرهم من أولياء الله عز وجل بالمسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل، ولذا ما ذكر عن نبي إلا وذكر معه التوبة، أي ذكرت معه توبته.